هذه النفس إن كانك ضعيف هزيل، تحب الحرام، تحب الزنا، تحب الغنى، تحب الأفلام، تحب المسلسلات، تبغى تدخل في الجوال وتشوف المناظر القذرة والخبيثة وتصك عليك الباب وتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله، أنت نفسك أهلكتك. إن كانك رجل كل ما قالت نفسك شيء قل لا، والله ما أغني، والله ما أكل حرام، والله ما أنظر في الحرام، والله ما أتكلم في حرام، والله ما أتأخر عن طاعة، وتجاهد تجاهد تجاهد، إيش تسوي النفس معك بعدين؟ تترك الأمر بالسوء، تستسلم وتصير نفس لوامة. Likey.